مساء الخير واهلا وسهلا على كل حبايب اللي في قناه عالم منوعات، منورني دايما واتمنى يكون الجميع بالف خير. تعالوا بقى نشوف الفيديو معانا عشان ما اطولش عليكم. امراه من البدون في السعوديه تلد امام مستشفى رفض ادخالها وهذا ما حصل. تعالوا نشوف ايه اللي حصل بالظبط. تنقل نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لسيده من فئه البدون في السعوديه تلد بسياره زوجها امام مستشفى حكومي رفض ادخالها. ويظهر في الفيديو زوج السيدة يتحدث أثناء تسجيل المقطع، وأوضح أن مستشفى الولادة والأطفال بالدمام رفض إدخال زوجته لعدم امتلاكها هوية وطنية ما اضطرها لوضع مولودها داخل السيارة. وأظهر الرجل الأوراق الثبوتية الخاصة بزوجته مناشدا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التدخل في حل مسألته، لافتا إلى أن هذه المرة الأولى التي يرفض فيها المستشفى إدخال زوجته بحجة وضع إجراءات جديدة للحد من انتشار الفيروس المنتشر حاليا. كما ردت مستشفى الدمام على الفيديو الذي أثار سخطا واسعا بنفي ادعاءات الرجل جملة وتفصيلا. وذكرت المستشفى في بيان رسمي أن إحدى مرافقات الرجل وزوجته استدعت طبيبة الطوارئ، وعند وصول الأخيرة وجدت المرأة وضعت مولودها، وكانت المفاجأة أن الزوج رفض إدخال زوجته لقسم الطوارئ وبدأ بالصراخ والتهجم على الكادر الطبي الذي قام بواجبه على أكمل وجه. وطبعا في بيان صحفي نزلته للمستشفى وقالت إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول ولادة سيدة في مركبة زوجها أمام باب الطوارئ في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام ظهر يوم الجمعة 13 مارس 2020، نود أن نوضح للجميع أن زوج السيدة غير سعودي الجنسية. حضر إلى المستشفى في تمام الساعة 1 ظهرا برفقة زوجته وثلاث سيدات أخريات، حيث دخلت إحداهن إلى الطوارئ وأفادت بحالة ولادة أمام باب الطوارئ. وعند حضور الطبيبة المتواجدة فوجئت بأن السيدة قد ولدت داخل السيارة. وعند محاولة الفريق الطبي نقل السيدة إلى قسم الطوارئ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لما بعد الولادة رفض الزوج ذلك، وقامت الطبيبة بواجبها الطبي على أكمل وجه رغم تعالي صراخ الشخص وتهجمه على الفريق الطبي ورغم وجود الأنظمة التي تمنع ذلك. وعند استدعاء قسم الأمن في المستشفى لاذى الزوج بالفرار، فيما تم تسجيل محضر في قسم الشرطة بالواقعة وبانتظار استكمال الإجراءات الأمنية في هذا الخصوص. وتؤكد إدارة المستشفى أن أهلية العلاج هي حق مكفول للجميع، إلى أن التجاوز على الممارسين الطبيين والصحيين أو تأليب الرأي العام على المنشآت الحكومية أمر مرفوض، وهو ما استدعى تسجيل البلاغ في قسم الشرطة لتتخذ إجراءاتها النظامية حيال ذلك.